التلافي لما حصل في لبنان قبل عدة أشهر نتيجة سوء الخزن للمواد الكيميائية، دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وبرفقة ديوان محافظة البصرة وبإسناد أمني، تعلن خطة العمل المقبلة الخاصة بإلزام الجهات المعنية بضرورة اتباع طرق خزن سليمة، إضافة إلى وجوب اتباع معايير صحية عالمية خلال عمليات الاستخراج النفطي. تشكيل فريق عمل من كافة الدوائر الحكومية والجهات الساندة وكذلك جهاز المخابرات والأمن الوطني والجي سي ام سي لغرض زيارة المواقع التي تحتوي على المواد الكيميائية والتخلص من المواد المنتهية الصلاحية. آلية العمل في المستقبل القريب في الحد من هذه الملوثات الخطرة وإيجاد السبل والطرق المناسبة لكيفية معالجة هذه المخلفات الكيميائية للحد من الأمراض المسرطنة والملوثات. خلية العمل البيئية هذه، والتي ضمت مختصين بالشأن البيئي من مختلف المحافظات العراقية، عرضت الآلية التي تبين كيفية الخزن الصحيح للمواد شديدة الخطورة، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. الفرق راح تبدي بالعمل بأسرع وقت ممكن، إش قد راح تطول، إش قد راح تكلف، ما دام أكو عمل، ما دام أكو استخراج نفطي، ما دام أكو شركات تستخرج نفط، ما دام عندي موانئ تدخل مواد، فإذا أكو عمل. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وكذلك الغرامات المالية بحق المخالفين واللي يعني يقومون بعملية الخزن الغير صحيح، وما استعرضنا هذا اليوم من مادة إعلامية أوضحنا فيها طرق الخزن الصحيحة وطرق الخزن غير الصحيحة، وسيتم بالتالي محاسبة المخالفين على هذا الأساس. جدير بالذكر أن محافظتي البصرة وذي قر تتصدران نسب الإصابات السرطانية في العراق بسبب الملوثات النفطية والبيئية الأخرى، وسط استمرار مخالفات الشركات العاملة دون حسابات رادعة تذكر. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.